وده اللي ممكن ساعات في اثناء الموسم بيعمل نوع من اللخبطه شويه. انا متاكد من ان انت هتقوم على اجمل وجه بالدوري، وان شاء الله الرحمن هيأدي وده حصل حقيقه في الموضوع. الراجل اللي كاتب 15 مشجع دوت ان هم يحضرون، انا مش مشجع خالص، انا اعضاء مجلس الاداره والادارات التنفيذيه، ما فيش حاجه اسمها 15 مشجع. الناس طلعت تتريق وبتاع، انا ما جيتش علامات الامن لغايه دلوقتي ان بعد الجمهور يخش ويدخل بقى الموقعيه. ما دي واحده من الحاجات الخطيره كتير جدا كده يا جدع. لا فات كتير قوي يعني، خلاص المفروض نعمل الخطوه لقدام يعني. ما دي برضو مش يعني مش ليهم هم بس، يعني دي برضو حاجات حتى امنيه طبعا بالتاكيد. طيب يعني دي من الحاجات اللي كنت اقصدها يا حاج عامر، ان ممكن يطلع بتصريح حد او حد يطلع بتصريح هو مش في اختصاصه ولا من دوره اساسا يعني، فيبقى في مشكله او ردود افعال او تبعيات ليه للتصريح ده، بيبقى مش في محلها ولا في وقتها، وكمان ممكن تعمل شويه مشاكل. حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، شكرا جزيلا لحضرتك وبالتوفيق باذن الله.